اهلا بيكم، انا ميرات السكري مدربة السعادة، والفيديو ده عن ازاي نوصل للسعادة. طبعا ده بقاله الاف السنين السؤال ده، والبشرية تقريبا ما وصلتش للحل الرسمي، ولكن انا مش هقول ان انا عرفت السر ووصلت للسر، بس هقول حاجتين النهارده ممكن يساعدونا نوصل للسعادة. اول حاجة، عيش ببساطة. كل ما هتبسط حياتك في كل الامور، كل ما هتبقى مرتاح اكتر وهتبقى اسعد. ده مش كلامي، ده كلام علماء وفلسفه وحاجات كده واديان كلها بتقول خليك بسيط. تاني حاجه، الرضا. الرضا الرضا الرضا، ارضى على اللي انت فيه حالا. مش معناها انه ما سعاش لاحسن، على فكره عشان في لخبطه. انا هسعى احسن، ما ينفعش ارضى ان انا معايا ابتدائيه بس او كان يعني حضانه. لا، مش هرضى بالحضانه، انا هزود وهزود وهزود. مش هرضى بيها يعني هرضى باللي انا فيه، بس هروح للاحسن، هيبقى عندي طموح لحاجه احسن. بس هرضى حاليا، الف حمد وشكر انا مخلص حضانه، الف حمد وشكر انا عندي اعدادي، الف حمد وشكر انا عندي بيت، الف حمد وشكر انا عندي كذا. هرضى باللي انا فيه حالا. تالت حاجه، طبعا نتخلص بقى من الحاجات اللي مش مخليانا سعداء، وده اللي انا يعني شاطره فيه قوي، ده اللي انا خبيره فيه قوي. نتخلص من كل المشاعر السلبية، القصص السلبية اللي جوانا، القصص الغريبة اللي بتقول أنا ما أقدرش، أنا ما أعرفش، أنا مش كويس، المعتقدات السلبية، المعتقدات الحدية. كل ده هتخلص بيه إزاي؟ بتقنية التخلص من المشاعر السلبية. ولما تخلص بدول، ده طريقي برضو إلى السعادة. كلنا بنسعى إلى الطريق، على الأقل ناخد فيه خطوات. ده هيساعدني اخد خطوات، لان على الاقل انا شلت الكركبه والحاجات الوحشه دي اللي موقفه السعاده. اللي عايز يعرف اكتر عن شغلي، طبعا صفحتي راحتك في ايدك، صفحتي ميرات السكري، وطبعا اللي عايز يعرف اكتر عن شغلي صفحتي ميرات السكري، والويب سايت ميراتالسكري.com، والفيديوهات دي اعملوا فيها سبسكرايب. اهلا بيكم.